اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. فقرتنا الثابته مساء كل اربعاء، كلام مفيد. والنهارده تحديدا زي ما انا ابتديت الحلقه بتذكره حضراتكم بمناسبه مهمه جدا علينا ان احنا كلنا نفتكرها، وهي مناسبه عيد الحب اللي ابتكرها صحفيان مصريان لامعان راحلان. فانا ابدا الفقره كمان بان انا اهدي كل باقات الحب لاستاذنا وملهمنا في الاعلام الاستاذ مفيد فوزي. اولا انا بشكرك لسببين. السبب الاول انك افتكرت عيد الحب. السبب الثاني هي لفته محترمه لا تفوت قناه النهار، الاحتفال بميلاد المصري الاب تاودروس. لا يمكن ده يفوتني. طبعا لا، يعني مناسبة مناسبة زي ما انا قلت في المقدمة انها مناسبة لشخص بجد هو درس في الوطنية والمصرية والانتماء. يعني وانا بقول لك الكلام ده كمصري. احسنت. مساء التوقعات. مساء التوقعات. التوقعات، انت متوقع مين في المسرحية الامريكية الليلة بنجاح وليالي اخرى؟ بنجاح ساحق. بنجاح ساحق وليالي اخرى، متوقع مين؟ انا توقعي عكس المؤشرات، انا توقعي ترامب. ايه رايك؟ ان انا رايي انه ترامب هو الذي سيجلس في البيت الابيض. توقع حضرتك برضو؟ نعم. ليه؟ اتصور ان الامريكان عندهم الرغبة الشديدة في الحياة، ويحبوا يشتغلوا كلهم بالفلوس، والحاكم رجل أعمال وعياشين. صحيح. أما إذا اختاروا بايدن، خلينا أقول لك إن نسبة الرشد الأمريكي يبقى ارتفعت. يا سلام. حلو قوي، خدتوا بالكم من المفارقه؟ يعني هي ملهاش علاقه اللي قاله الاستاذ مفيد بالامنيات، هي ليها علاقه بالتوقعات والقراءات. انه متوقع بناء على ثقافه الشعب الامريكي، ايوه، ورغبته في الانطلاق والتحرر والحياه، انه يروح لترامب لانه هو النموذج بتاع ده، النموذج الباترن. بالظبط. اما لو اختاروا بايدن فده معناه انهم عقلوا. انا مش عايز اقولها كده. ايوه صح. لا ما انا سيبني انا اوصلها بالطريقه العاميه للساده المشاهدين. فهي نسبه الرشد قد ارتفعت. صحيح صحيح صحيح. انا عاده المائده دي بتوحيني باشياء كتيره جدا. لازم اقول لك ان انا بتعشى جبنه وزبادي وحته عيش ناشفه بس. كنت زمان. طب جبنه ايه؟ جبنه بيضه دلع كمان. كنت زمان اكل حته بطيخ. قالوا لي لا، مليئه بالسكر. معقوله؟ البطيخ فيه نسبه كبيره من السكر. بس انا مش عايز افتي طبعا. خفت. بس انا متهيألي انه الواحد يخاف من السكر اللي هو المصنوع او المطبوخ، لا الحلويات. لا. لكن حتى الفاكهه الطبيعيه. لا، ما انت كمان لو حطيت لي هنا اهو في الترابيزه دي حته بسبوسه هنسى البرنامج واكلها. لا ما انا فاهم. قصدي عارف. لا يعني خوفوا حضرتك من البسبوسه ومن الكنافه ومن الجاتو ومن الحلويات والشوكولاته، طبيعي لان كلها لا اللي هي السكر المطبوخ. وهناك سكر في البطيخ طبعا، مفيش سكريات في الفاكهه بس وفي المانجا. خبر ابيض بقى. وانا من عشاق. جيت على الوجع. جيت على الوجع. انا من عشاق المانجا الفص، بس عرفت مؤخرا انه عندما يدخل الخريف تنسحب من الاسواق. فعلا؟ نعم. لا انا من عشاق المانجا، مش فص، ده المانجا الفص واللي نص فص والعويسي والهندي والتيمور كل المانجا. يا نهار ابيض. يا سلام. يا نهار ابيض. انا المانجا يعني تقومني من عليها بتجيب لي صعوبه بالبوليس. من امراه تمثل المانجايه في نظرك؟ سؤال مفاجئ. زوجتي. يا سلام. احييك.
احييك. اشكرك. هي اي نعم عويس بس مانجا بس مانجا بس مانجا. انا من ضمن الحاجات اللي انا بعيشها انه انا احاول اقرا كتابين في الاسبوع. فعلا؟ نعم. هي. في الاسبوع. هي. اتذكر ان انا قلت لك مره ان انا بملك سبائك من الحروف. انت قلت لي ما فيش في الجنب كده سبائك صحيح. لكن فعلا انا املك سبائك من الحروف طبعا. ودي شغلتي طبعا يعني. طبعا. من احد الكتب يا عزيزي تامر وانت من القلائل في هذا المجال الذي رأسه تفوه بالثقافة. عفوا يا فندم. لازم أقول. عفوا. لا عفوا. لازم أعترف لأني عشرتك. أشكرك. وعرفتك. أشكرك. الكتاب اسمه في مديح البطء. الله حلو العنوان. حلو العنوان. وهو حراك عالمي يتحدى عبارة السرعة. ياه. طب لا بس بصراحة ما أقدرش أنكر انبهاري بالعنوان. في مديح البطء. يعني البطء دايما بيورد اسمه في حاجة تذم وانه عيب وربما تروي. لا ما هو نعم. عشان كده بقول لحضرتك بصفة عامة كلمة البطء ضد منطق المدح. نعم. عشان كده الخلط ما بين الاتنين في العنوان. هو بقى شايف في مديح البطء. ولذلك انا بقول دايما هل المضغ البطيء فضيلة غذائية عندك؟ طبعا مضغ البطيء والتلذذ بما في الفم يعني. في ناس بتلهط. حلو. في ناس بتبلع. نعم. وعلى رأي جورج سيدهم في المسرحية الشهيرة متزوجون في ناس بتزلط. لا انا من الناس الذويقة اللي اكل الحاجة واتذوقها حلوة قوي واخد وقتي قوي في المضغ وابلعها بالراحة. هل جموع الناس في مصر تؤمن بالمضغ البطيء؟ جورج سيدهم. اما هو جورج سيدهم لكن جموع الناس. ما انا بقولك جموع الناس زي جورج سيدهم. ما في المسرحية اللي هو كان 22 بيضة على سهوة. اللي هو يزلط. يزلط. في ناس كتير وانا على فكرة هي مدارس يا استاذ مفيد. نعم. طبعا الحاجة بتقوله صحيا. نعم. صح. وانا بالصدفة مدرستي تمشي مع الحتة الصحية. اللي انت تمضغ بالراحة عشان الاكل يتمضغ كويس وينزل المعدة ممدوغ ومفروم كويس. بس هي ليها علاقة بثقافة التذوق والأكل عند كتير من الناس. أنا بحب الأكل. نعم. ومش باكل عشان لازم أكل. أنا باكل عشان أستمتع. نعم. في ناس كتير بتاكل عشان لازم تاكل عشان وهي بتفطر فتلاقيه واقف بس عشان يلحق شغله واقف على عربية الفول بجد بيزلط. سندوتش بيقوم عامله كده مطبقه في كومة واحدة كده يقوم حاطه في بقه مرة واحدة المهم إنه يفطر وخلاص. ده خطير ومش ممتع. مش طب ما انت كده بتاكل. صح. ما تستمتع بالاكل. صح. طالما نعمه ربنا مفرضها. هل المأكولات اللي هي الموجوده في الشوارع هل هي مفيده بالنسبه للناس؟ بص انا ما اتعودتش ابقى بكاش يعني. انا واثق من امانتك في الرد. ليه؟ لان احنا اللي بنقوله ده ناس كتير قوي بتشوفنا. صحيح. ومن المؤكد ان ده عبارة عن نقاش يستنبط منه سلوك. مظبوط. قولا واحدا مش مفيد بس لذيذ. نعم. وسبحان الله معرفش ايه الحكمة يا استاذ مفيد. ربنا سبحانه وتعالى بيضع حاجة مختلفة في اكل الشارع يخليك تقبل عليه. كأنه بيدفعك الى ان انت ترزق الناس دي. يعني انت عارف انه ربما بتاكل في محل بيقول ان هو بيبيع لحمه او بيبيع كذا وانت عارف ان الجوده مش قوي طبعا وانه مثلا بياع الكفته ده انه ثلاث ارباعها مش كفته ولا ليه علاقه باللحمه وشمت ريحه اللحمه ومع ذلك تروح بتاكلها. الاكلات السريعه أيضاً. العربيات نعم. بتاعت السجق والكبده. نعم. انت متخيل ان فيها سجق وكبده؟ مش ممكن. ده اسمها بس اسمها بس سجق وكبده ولا يقعد يعرف لكن جوه توابل وحاجات مش عارف ايه بتدي وحرقه وبتاع عشان بس ما تحسش بالطعم وتزلط. لكن سبحان الله طعمها حلو والناس تقف عليها طوابير. الكشري مهما كانت ستات البيوت بارعات في الكشري في عمل طبق الكشري. نعم. بارعات. صحيح. بس النكهه بتاعه طبق الكشري اللي من محلات الشارع حاجه تانية. انت بتاكل في محلات الشارع؟ لا. انا لا
انا اه انا انا اه اكدب ما اقدرش انا اه نعم. انا بقول لك انا مشكلتي ان انا بحب نعم. الاكل نعم. فانا ببحث دايما عن المحلات اللي عندها حاجه مختلفه. نعم. انا بحب الطعم وبحب الاختلاف وبحب الصنعه، فاللي عنده دي لا انا بصراحه بروح له وبجري وراه بالمشوار ما اكدبش يعني. هل يمين الطلاق يجب ان نحكمه البطء في التفكير؟ يجب ان يحكمه الرويه والبطء والتعقل والامتناع كمان اذا جاز التعبير. اذا جاز التعبير الامتناع، لانه يمين الهدد. انا ليه بقول لك ده؟ عشان الناس اللي بتشوفنا تتصور انه يمين الطلاق شيء عادي جدا وتحكمه السرعه. مظبوط. وهي ليست السرعه، هي التهور. احسنت. وهدم بيت. احسنت. بس انا بس هرجع مارشدير كده خطوتين ورا. ارجع. لان انا لسه اسير العنوان اللي حضرتك قلته. نعم. في مديح البطء. نعم. وده عنوان الكتاب. نعم. حضرتك بتقراه. نعم. وهنا ده يدفعني ان اسال حضرتك، هو الى اي مدى في صنعه في اختيار العناوين، عناوين الكتب، والى نعم. اي مدى العنوان يشد او ينفر من الكتاب؟ اخطر شيء في الكتاب عنوانه ثم غلافه. اخطر شيء. اخطر شيء يعني مثلا، يعني اللي بره اهم من اللي جوه. مش عايز جدال طبعا، لدرجه ان انا في رسام عظيم رسم لي صوره ليا، لما تشوفها يا تامر تقول ده مفيد فوزي، قاعد عامل كده بالضبط، والكتاب اسمه نصيبي من الحياة. يعني مواتي، كلمة مواتي صح؟ مواتي تماما لشخصيتي. أنا بقول نصيبي من الحياة في شبه سيرة ذاتية. تمام. إيه رأيك الناشر قال لأ؟ الناشر قال لأ؟ قال لأ. ليه؟ قلت له ليه؟ قال لي الناس ما بتشوفكش كده. الناس بتشوفك كده. ايوه صح. ونشرت الصورة بتاعتي اللي بطلع بيها على شاشة التلفزيون هي التي تصدرت الكتاب، مع ان اسمه نصيبي من الحياة، لكن الاسم الاكبر مفيد فوزي. وصلت. محتوى الكتاب بقى خصوصا لما يبقى مترجم، عظمته في المحتوى انه يتحدى عبادة السرعة. هل انت من محب السرعة في العربيات؟ نعم. تحب السرعة تمشي على كام؟ لا دي اسئلة تودي السجن. لا ما تقضيش السرعة. لا ما انا لو قلت 70، ما هو 70 ده فوق ال 60 السرعة القانونية الحبس. هي السرعة القانونية كام؟ 60. انت متأكد؟ في جوه المدينة 60 وبره وعلى على الهاي واي مثلا في طريق اسكندرية الصحراوي 120، لكن في جوه المدينة على الكباري وفي الشوارع وبتاع حتى لو فاضية 60، لو تجاوزت سرعة 60 تبقى مخالف. ف كده يعني لو مشيت على 60 توصل بعد بكرة ان شاء الله. كيف يمكن ان احنا نخلي السرعة مرشدة في القيادة؟ بس انا ممكن اشاكس. اتفضل. اشكرك. يعني انا عجبني، ما انكرش ان انا لسه عجبني عنوان الكتاب. نعم. في مديح البطء. نعم. بس انا برضو مش عايز يتحول الامر من وجهة نظر الكاتب، يعني اذا نعم. كنت بتشرح لنا افكاره نعم. في الكتاب، الى انه في مديح البطء وفي ذم السرعة. ليه؟ لان السرعة في رأيي فضيلة، التسرع هو اللي خطأ. برافو. يعني برافو. كويس. في رأيي انه البطء برضو مش مطلوب قوي، والتسرع مش مطلوب قوي، لكن السرعة احنا ايقاع حياة سريع، والعالم الغربي سبقنا لانه اسرع مننا في خطوات العلم وخطوات البحث وخطوات التقدم وخطوات كذا كذا. قول لي ايه المهنه اللي تحتاج سرعه البرق؟ المهنه اللي تحتاج سرعه البرق في التفكير. نعم. مذيع. مذيع. برافو. تسمح لي اقول لك انا كمان؟ طبعا. الطيار المقاتل.
احسنت. طبعا ده اهم اهم لان متعلقه بالحياه كلها. نعم. نعم. لكن كمان ان احنا اتعلمنا ان سرعه البديهه وحسن التصرف نعم. من اولويات المذيع. مش عايزه جدال. وخصوصا لما يكون قاعد قدام مفيد فوزي لازم يبقى قاعد على طراطيف صوابعه ومنور ومستني الرصاصه جايه منين. لا بس انت يعني باستمرار استشعر انك صحيانك هو جزء من شخصيتك. الحمد لله. نعم. الحمد لله. انا بسعل ده. هل اطفالنا في حقيقه الامر هم قرود صغيره تقلد سلوكيات الكبار الخاطئه؟ الحقيقه بس اعتقد انه ده كان في زمن مضى شويه. الان الاطفال الحقيقه مش عارف اقول اللفظ ده ولا ما يصحش. لا قول. لا ما يصحش على الهواء. لا ازاي؟ بس الحقيقه هم شياطين لوحدهم. يعني الجيل الجديد فيهم طبعا مش عايز اعمم التحميم تعميم خطا بس نعم. الاطفال الجيل الجديد بسبب العلم والتكنولوجيا والانترنت والموبايلات بقوا الحقيقه حاجه تخض. نعم. تخض. حضرتك سمعت عن الولد بتاع طفل المرور؟ سمعت. هو ده والده مش كده. نعم. والده صحيح بشهاده الجميع. وانا الحقيقه عملت شغلي كمان كمذيع بعيدا عن العمل والاخبار. نعم. وكلمت مجموعه من الاصدقاء من الساده القضاه والمستشارين وناس في نادي القضاه. جميل. وسالت عن المستشار. نعم. ابو المجد اللي نعم. هو والد الطفل. لا. الحقيقه الناس كلها قالت شخص دامت الخلق ومحترم ومش متعالي ولا عنده شعور ان هو فوق القانون باعتباره قاضي او كذا وفي منتهى الاحترام وذمه الخلق. فاول كلمه جت على لساني قلت لهم الولد ده جاب السلوك ده منين؟ هو ده السؤال. فده عكس السؤال اللي حضرتك قلته. لو هم قرود بيستنسخوا افعال الاب كان الولد طلع زي والده. زي والده. نعم. لكن الولد سبحان الله على النقيض تماما. عشان كده نعم. بقول لحضرتك يمكن الجمله دي كانت صح وقت ازماننا احنا. كنت بشوف والدي عامل ازاي وامشي بالكربون زيه. تمام. واكيد وحضرتك ومعظم الناس اللي في اجيالنا. تمام. الجيل الجديد لا، الجيل الجديد واضح ان هم بيتبروا من ابهاتهم على مستوى النموذج والقدوه. نعم. نعم. وبيخلقوا لنفسهم النموذج والباترن. نعم. اللي يعجبهم نمط هم. هل الموبايل هو استاذ الطفل؟ طبعا طبعا طبعا. وبلطجي الطفل. يا خبر. وبلطجي الطفل طبعا عباره خطيره. ما حضرتك نعم. هتاخده كمعلم ومفيد نعم ومصدر معلومه هيبقى استاذ الطفل. هتاخده لكل بقى النواحي الشمال هيبقى بلطجي الطفل. اسالك بقى، هل المجلات الاطفال لم تعد لها اي وزن في حياه الاطفال؟ دفنت ولم يسر احد في جنازتها. يا سلام، احسنت بالجمله، دفنت. طب بتطلع ليه؟ اسال مصدرين. لازم نقول لنقابه الصحفيين. صحيح. انه صحيح. انه حرام ورق يطبع ومجلات لا تقرا. يعني الحقيقه انا اشك ان في مجلات اطفال عليها اقبال في الشارع. اشك يعني. انا على مستوى بس انا اولادي ما يعتبروش اطفال يعني. نعم. بس على مستوى الاطفال اللي انا بشوفهم عمري ما شفت على مدار الخمس ست عشر سنين اللي فاتوا طفل في ايده ميكي ومش عارف ايه والحاجات لا اللي لا كنا لا بنشوفها لا زمان. بطلت. ولا رجل المستحيل الحاجات اللي كانت لطيفه. تمام. مفيش خالص خالص. يعني ازعم ان انا اخر عشر سنين ما لمحتش طفل في ايده مجله. لمحت مذيعه تستطيع ان تخاطب الاطفال وفي راسها خطوره الموبايل؟ هل لا ما خدتش بالي منها؟ ما عادش. لا ما شفتش. انا انا مش شايف. ما شفتش. شوف بعد نجوى ابراهيم لان ده عصر بغلظ. طبعا. ما عادش. وده شيء خطير. معظم برامج الاطفال الحقيقه اذا كان في برامج اطفال انا برضو مش فاكر اذا كان. نعم. في برامج اطفال ولا لا. نعم. في التلفزيونات. نعم. بس لا مفيش حاجه ترشد. مفيش حاجه ترشد. مفيش حاجه توعي للاسف. حتى لو في بعض البرامج ماشيه على الموجه. نعم. ماشيه على الموجه. صحيح. وكانها بتدفع الاطفال دفعا لهاويه النت والموبايلات. انا بعتقد انه هذه المائده مهم جدا ان نتكلم عن الاطفال. صحيح صحيح.
ولذلك انا دعوت اذا سمحت لي اتفضل انه تبقى ضيفتنا الدكتوره سحر الصنباطي، وهي امينه وامينه ايضا في المركز القومي للطفوله والامومه. للطفوله والامومه صحيح. الحقيقه انا دايما وعشان كده لما بقول لكم انه الاستاذيه ما بتبقاش عشان السن، يعني انا بعض الناس يقولوا لي انت حبك باين للاستاذ مفيد وتقديرك باين للاستاذ مفيد وده حقيقي، بس بتقولوا لي عشان هو يكبرك سنا وهو خبير عنك كذا. طبعا الاحترام المقام والسن والخبره مهم، لكن مش القصه مش في السن، القصه في الاستاذيه، فكره الاستاذيه. انا دايما واحده من الحاجات اللي دايما بحبها في الاستاذ مفيد هي ترمومترو. انا دايما بقول حتى للشباب المتدربين في الاعلاميين اهم حاجه في المذيع لغته وثقافته مش عارف تمام، بس كمان لازم يبقى في ترمومتر شديد الحساسيه. فاختيار الاستاذ مفيد للمواضيع ما بتبقاش كده اعتباطا، بتبقى بناء على ترمومتر بيقيس بيه نبض الشارع واهتمامات الناس، وبالتالي لانه هيعرف ان دوره هو ان هو لسان الناس وضمير الناس فلازم يتماشى مع هذا الترمومتر. عشان كده هذا الاسبوع كان بطله طفل المرور، بس مش القصه ان احنا هنناقش طفل المرور، هو طفل المرور خلانا كلنا نحط ايدينا على قلبنا ونتوجع على اولادنا، صح، نخاف على اولادنا. نعم. انا شخصيا حطيت نفسي مكان هذا الاب المستشار اللي في لحظه اجبر انه يروح يستلم ابنه من النيابه وهو متهم بجرائم وابنه 13 سنه وهو المستشار فهذه اللوثة اللي جات لي لما حسيت ان ممكن بنتي تعمل لي يحصل فيها كده او ممكن مستقبلها يضيع او كذا بسبب ان انا اهملتها شوية وهي عاشت على النت بشكل غير منضبط، حقيقة خلينا نفكر كلنا في علاقتنا بأولادنا مرة تانية. هذا المخلوق الصغير والالتفات له. مسي على الدكتورة سحر معنا على الهواء. اهلا دكتورة سحر. اهلا اهلا استاذ مفيد، اهلا بحضرتك. انا كنت عريس العزيز تامر وانا ان احنا نستضيف حضرتك للنقاش حوالين الاطفال، ولعلك سمعتي مقدمات الكلام. طبعا. هل غذاء الطفل يا دكتورة جزء من نموه؟ لانه انا عرفت ان في دعوة من الرئيس خطورتها انه علاج الانيميا اللي هتبقى للاطفال في كافة الحياة المصرية في المدرسة. صحيح. فانا بتصور ان الغذاء الطفل ده مادة مهمة، تقديرك ايه؟ هو طبعا يعني خليني اقول يعني انا بحيي حضرتك وبحيي الاستاذ تامر على اختيار الموضوع، وطبعا فعلا زي ما الاستاذ تامر قال حضرتك قيمه وقامه وترمومتر لقضايا المجتمع. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي. طبعا يعني احنا بنقول في الكشف عن الانيميا وحمله 100 مليون صحه اللي هي وجه ليها فخامه الرئيس، فهي طبعا حمله رائعه وموجهه لكافه محافظات مصر، وده بيقيم الشكل التغذوي للأطفال وبيدينا دفعة إن إحنا نوعي الأسر بضرورة التغذية السليمة. إنما التغذية هي ليست فقط تغذية بالأكل وبالشرب، هي تغذية للروح وتربية سليمة للأطفال. يعني هي ليست حشو معدة خالص. نعم نعم. هل يعني هل الأم بالإضافة هل الأم إلى التغذية السليمة والوجبات الصحية السليمة فلزاما على الأسرة، ويمكن حاليا في مواجهة المشكلات اللي بنقابلها مع الأطفال، ويمكن إحنا على خط نجدة الطفل 16,000 بنقابل كثير من الشكاوى وكثير من الانتهاكات في حق الأطفال من الأطفال. صحيح. فبالتالي صحيح. فبالتالي احنا دلوقتي بنخاطب الاسر ان هم يبصوا على تكوين شخصيه الطفل من وهو صغير. شخصيه الطفل بتتكون من وهو جنين بناء على عوامل وراثيه، وبعدين بعدها اما بيتولد عوامل بيئيه وعوامل مجتمعيه. الطفل بيدور على القدوه الحسنه،
بيدور على اللي يحتضنه ويحنوا عليه، بيدور على زي ما حضرتك قلت التغذية، سواء التغذية بالمأكولات أو تغذية الروح بتنمية مهارات الطفل، باحتضان الطفل، بتعزيز قدراته، بعدم إهانته، عوامل كتير بتقوم شخصية الطفل ده. طب مش ملاحظة دكتورة سعر إنه في عربيات أكل بتقف قدام المدارس؟ هو طبعا موضوع عربيات الأكل ده وما حدش بيقرب منها، هو ما ينفعش إن محدش يقرب منها، لأن دلوقتي يعني حاليا دلوقتي إحنا بنتكلم على تلوثات كتير، وبنواجه ميكروبات وفيروسات كتير ومستجدات كتير في التلوث، فبالتالي مفروض عربيات الأكل دي مفروض تبقى أمر مفروغ منه إنها ما تبقاش موجودة. المفروض على الأهل برضو إن هم يشوفوا الوجبة الصحيحة اللي برضو ابنهم بيفضلها ويدوهاله معاه، ما ينفعش حد يغفل هذا أبدا. صحيح. هل الأهل عندهم وعي يا دكتورة؟ يعني صرعيني، عشان احنا في هذه الجلسة اللي بنعملها مع الأستاذ تامر أي محاولات يعني لا تنقطع في بث الوعي، هل الوعي ده بيوصل للناس؟ هل الأمة المصرية على وعي باللي حضرتك بتقوليه؟ حتى لو في جزء من الوعي، فإن إحنا مفروض إحنا مؤسسات الدولة كلها، سواء مجلس قومي طفولة الأمومة، الوزارات، الهيئات، وزارة الإعلام، الهيئة الوطنية للإعلام، كل الناس دي مفروض إن إحنا ما نغفلش الوعي، ولو هي عندها جرعة مبسطة نزود الجرعة ونكررها ونطورها، لأن برضو الرسائل الصحية أو الرسائل التوعوية فيها مستجدات كتير، محتاجين إن إحنا نوعي الأسر على طول ببرامج مختلفة وبرسائل تبقى مباشرة وغير مباشرة. أقول لك على حاجة لم تسقط سهوا مني، قالها تامر قدامي. اتفضل يا فندم. قال لي، بقول له يا تامر تفتكر في حد بيقرا المجلات؟ فقال لي لا، أعلن وفاتها. صحيح. فقلت له وأنا مذهول كده، طب ما نقول لنقابة الصحفيين، طب ما نقول للجرايد إنه ما عادت يعني بتطبع، وفي حاجة عندنا في الصحافة اسمها مرتجع ترجع. صحيح. هل لا زال الطفل يا دكتورة سحر مرتبط بمجلة؟ هو طبعا يعني احنا تربينا على المجلات بانواعها، بميكي وسمير، في مراحل عمرنا كلها، انما حاليا دلوقتي لازم نخاطب الطفل بالتكنولوجيا الجديده. احنا ممكن نعمل المجلات دي الكترونيه يا فندم، ونحطها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدل الالعاب الخطر اللي بتشكل خطوره على الاطفال وبتخليهم يرتكبوا جرائم في حقهم وفي حق الناس. فاحنا ممكن نحط الحاجات دي تبقى ماده، تبقى التكنولوجيا حاجه ايجابيه. انا هنا بقى اشكرك يا دكتوره، وانا اسف للمداخله هنا، لانه الحقيقه الموضوع ده انا بفكر فيه من فتره ومش عارف يتعمل ازاي، وانا ارجو ان حضراتكم في المجلس القومي للطفوله والامومه تحطوا ايديكم في ايدينا عشان نحاول نحمي اطفالنا من الحكايه دي. موضوع النت والسوشيال ميديا خلاص اصبح امر واقع مش هينفع ان احنا نتكلم فيه. صحيح. وللاسف الشديد تعرض ولادنا الاطفال للسوشيال ميديا كمدى وكوقت بقى رهيب، لدرجه انه اصبح ادمان. اصبح ادمان، صحيح. فالحقيقه اذا ما كنتش هقدر امنع الولاد من ان هم، خصوصا في الوقت الصغير، في السن الصغير ده، من ان هم يتواصلوا معاهم، على الاقل نشوف طريقه انه بعض المواقع وبعض التطبيقات وبعض الحاجات اللي موجوده على الشبكه المعلوماتيه الدوليه التي لا تصلح للاطفال، لازم نمنع الاطفال من الدخول عنها. لازم نشوف طريقه من خلال بقى قانون او تشريع قانون، او نشوف مع مباحث الانترنت ومع وزارة الاتصالات، نشوف طريقة انه لو انت دون السن الكذا 15 سنة او 13 سنة او 11 سنة ممنوع تخش على التطبيقات الفلانية او المواقع الفلانية او الصور والفيديوهات الفلانية، والا
يعني هتقع تحت طائرة القانون، او على الاقل تحاول تخش فتبقى تلاقيها محظورة، زي ما بنسافر في بعض الدول في بعض الناس يخشوا على تطبيقات يقول لك هذا التطبيق محظور داخل حدود هذه الدولة. وده الاجراء اللي لازم نعمله عندنا، لازم بقى نشتغل عليه. ما هو احنا مين اللي هيعمله؟ لازم احنا وحضرتك، يعني حضرتك كمؤسسة واحنا كاعلام نحط ايدينا في ايدين بعض ونخاطب مثلا البرلمان ونشوف اللجنة المختصة في البرلمان ونقعد معاهم ونشوف القصة تمشي ازاي، لانه ولادنا تأثير النت عليهم كارثي. صحيح صحيح فعلا. واحنا يمكن في المجلس القومي للطفولة الأمومة احنا بدأنا بموضوع الألعاب الخطر بحملة من تقريبا من شهر، الحملة دي كان اسمها اماني.com، وهو المقصود بأماني اللي هو ماي سيفتي على الانترنت. نعم. وبدأنا نوعي، وحاليا دلوقتي احنا في مرحلة بنعلم الأسر من خلال صفحتنا اللي على الفيسبوك، صفحة المجلس الرسمية، بنوعي الأسر ازاي يكونترول دخول أطفاله دول على التطبيقات دي وعلى الألعاب دي، وده من خلال برضو مستشاري وزارة الاتصالات. بس أرجو أن حضرتك يعني نتواصل بعد كده ونشوف طريقة ما يبقاش بس الموضوع عبارة عن مناشدة وتوعية، لأنه صحيح. على عيني وراسي المناشدة وتوعية طبعا تفع للأولياء الأمور، لكن الولد عندما يختلي بموبايله في الأوضة صح، لا رقيبة ولا حسيبة عليه، هو بيبقى في عالم تاني. بس أنا بقى دوري غصب عني بما أني مكلف بالرقابة وبالإشراف وبالتربية وبالتنشئة وحماية ابني من الخطأ لحد ما ينضج ويبقى هو قادر على التصرف، دوري ان انا ادخله الى هذا العالم الثاني واحميه من شروره. هو فعلا زي ما حضرتك بتقول، احنا حاليا دلوقتي في نطاق التنسيق مع سيد وزير الاعلام في هذا الامر، لان فعلا الامر ده اصبح لزاما علينا ان صحيح. احنا نحاول نمنع الكلام ده. حضرتك شفت الواقعة الاعلامية المشهورة باسم طفل المرور طبعا. الولد النت جننه. صحيح. اللي يجمع اصحابه ويقعد يعمل فيديوهات يتريق فيها على الناس ويبين فيها مش كل ده بسبب النت، لو ما كانش في النت ما كناش شفنا كل هذا السلوك المنحرف. صحيح صحيح. شوف يا دكتوره سحر، الكلام اللي حضرتك كان بيقوله تامر بياكد انه فكره الوعي اللي احنا بنناقشها قضيه معنويه طبعا، يعني مش بنا مصنع، انما يحتاج الامر. أنا فاكر أنه أستاذ تامر أجرى حوار شديد الأهمية مع وزير الإعلام، وأنا فاكر أنه قال له في آخر الحوار افضلوا اعملوا الوعي لأن الناس لازم تفوق. صحيح. هل تعتقد يا دكتورة سحر أنه ناس سواج والبليانة وصلهم الكلام ده؟ هو طبعا كل شريحة من المجتمع أو كل بعض المحافظات بيبقى ليها نظام في التوعية، يمكن إحنا برضو في بنستعين بالرائدات الريفيات. أيوة. في هذا الأمر لأن الرائدة الريفية هي بتبقى من نفس المجتمع وهي برافو. اللي بتدخل البيوت. برافو. هي. تمام. هي. لأن لما تخبط احنا بندربهم لما تخبط على بيت ليس فقط قضايا الصحية بل قضايا الطفولة. نعم صح صح. نعم دكتورة سحر احنا بنشكرك وحماسك يعني مشجع، وان شاء الله الفترة القادمة تشهد مزيد من الإجراءات اللي تهدف الى حماية ولادنا وتنشئتهم التنشئة اللي كلنا بنتمناها لهم عشان يبقوا رموز يخدموا بلدهم بإذن الله. شكرا جزيلا دكتورة سحر الصنباطي أمين عام مجلس القومي للطفولة. شكرا دكتورة سحر. والأمومة. نحن الرجال أطفال في نظر أمهاتنا، نحن الرجال ربما أطفال في نظر أحبائنا وحبايبنا وحبيباتنا، نحن الرجال ربما كنا أطفال في نظر زوجتنا. غدا نهار جديد.